أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عن سعد بن طريف عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قرأ 10 آيات في ليلته لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 50 آية كتب من الذاكرين، ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ 200 آية كتب من الخاشعين، ومن قرأ 300 آية كتب من الفائزين، ومن قرأ 500 آية كتب من المجتهدين، ومن قرأ 1000 آية كتب له قنطار، والقنطار 15,000 مثقال من ذهب، المثقال 24 قيراطا، أصغرها مثل جبل أحد، وأكبرها ما بين السماء والأرض. المصدر: وسائل الشيعة، المجلد السادس، صفحة 201، الحديث رقم 2. بهذا المقدار نكتفي، حتى نلتقيكم إن شاء الله على الخير والبركة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.